لقاء جالنت مع بنيامين نتنياهو هل أحدث فارقا يا سيدي أو لا؟ كل عام وأنتم بخير، تحياتي لكم والمتابعين. أهلا وسهلا. دون شك هذه واحدة من اللحظات الحرجة في مسيرة إصلاحات نتنياهو. عندما يخرج وزير الجيش، وزير الأمن، ضد هذه الإصلاحات ويقابل نتنياهو ويطلعه على تقارير استخباراتية أعدها الجيش وأذرع الأمن حول خطورة هذه الإصلاحات على الجيش، على وضع إسرائيل الأمني، على مكانتها في الإقليم، على التهديدات التي تعرض لها، ويطالبه بشكل كلي بوقف وحاسم بوقف التشريعات. هذا يعني أن هناك شيء كبير حصل. نتنياهو لم يعد يمثل جبهة موحدة من الائتلاف كلها متوافقة على التعديلات، بدأت شيئا فشيئا تتصدع هذه الجبهة. نتنياهو استدعى جالنت، استمع إليه، اجتماع لم يطل أكثر من 20 دقيقة، ويبدو أن نتنياهو سيعلن بعد قليل، هناك إعلان صحفي، ولكن لن يعلن عن وقت التعديلات. واضح أنه هذا الأمر أيضا هناك تهديدات من ليفين. طيب، ومن ما المرتقب في كلماته يا سيد عصمت؟ طيب، إذا لم يكن سوف يقول أن التعديلات لن تحدث، طيب ما المرتقب في هذه الكلمة؟ يعني استمرار الوضع كما هو عليه، وبالتالي يتحدث الشارع عن غضبة أخرى جديدة أو مستمرة متواصلة؟ أنا لا أعرف ماذا يمكن أن يكون نتنياهو. حقا هو في وضع صعب. من جهة هناك ضغط داخلي من الليكود ومن جالنت تحديدا، وأيضا من الشارع. اليوم كانت الاحتجاجات ربما هي الأكثر قسوة وانتشارا، وهناك مواجهات في بني براك بين المتظاهرين وبين سكان الحي المتدينين. وأيضا هناك ضغط من الولايات المتحدة، بايدن شخصيا اتصل به وطلبه أن يوقف هذه التعديلات وعرض مساعدته في هذا الأمر. وأيضا هناك ضغط من الائتلاف بالاستمرار بها. نتنياهو ربما الآن سيحاول أن يمتص الموقف، يحاول أن يعطي نفسه بعض الوقت ولو ليومين ثلاثة إلى أن يستطيع أن يخرج بصيغة ما. ما نفهم من الإعلام الإسرائيلي الآن أن المتدينين، الأحزاب المتدينة، بدأت هي الأخرى تبدي بعض الليونة في إمكانية تعديل أو تليين الخطة الإصلاحية التي يقودها نتنياهو، أو تأجيلها إلى ما بعد العطلة. نحن نعلم أنه بعد أسبوع هناك عطلة للكنيسة، وهذا يعطيهم هامش من الوقت للتحاور والوصول لصيغة ما. لكن أنا أقول لك، حتى لو مهما قال نتنياهو، هو الآن يعرف أنه لا يملك جبهة موحدة. التصدع بدأ يدخل، وليس من أي وزير، من وزير طيب الأمن. هذه نقطة لافتة جدا للنظر يا سيد عصام، أنه الحكومة ليست على قلب رجل واحد في مسألة التعديلات القضائية، وبالتالي أوف جالنت على وشك أن يقول لا لهذه التعديلات. لكن بعد لقائه مع بنيامين نتنياهو هو قال سأعتزم، يعني سأقول لا، لكنه لم يقل حتى هذه اللحظة. يعني العزم ربما تم نفيه بعد لقاء بنيامين نتنياهو، أو هو قادم لا محالة؟ يعني أيهما دق؟ لا، هو قادم. أنا أعتقد أنه قادم لا محالة، ولكن ربما يؤجل. ربما جانس استجاب لنتنياهو. أنا كما قلت لك، اللقاء لم يكن طويل. يعني ربما طلب نتنياهو من جانس، من جالنت، أن يعطيه بعض الوقت لإدارة الأمور وعدم انهيار الحكومة. نتنياهو يدرك أنه إذا تراجع الآن لن يكون له حكومة. هناك ليفين، هناك حزب الصهيونية الدينية، وبعض العناصر في الليكود يسقطون الحكومة إذا تراجع نتنياهو. وهدد ليفين وزير القضاء بالاستقالة إذا أوقف نتنياهو. لذلك ربما نتنياهو الآن وجد أنه من الحكمة، أو ناشد جالنت، أن يتروى قليلا، أن يعطيه بعض الوقت التروي، ثم سيجد مخرج. طيب، أنا برضو يعني لدي علامة تعجب أو هلا الضوء على أنه يوآف جالنت قال أنه سوف يقدم لبنيامين نتنياهو معلومات أمنية سيد عصمت. طيب، من الأجدر أن تأتي من إتمار بن غفير، أليس كذلك؟ إذا ما كانت المعلومات أمنية من داخل أروقة إسرائيل أو الشوارع الإسرائيلية أو صناعة القرار الإسرائيلي. لكن على العكس تماما، يوآف جالنت ضد، لكن إتمار بن غفير مع وبقوة وبعنف، أليس كذلك؟ هل من تفسير لهذه النقطة؟ التفسير هو يعني جهل بن غفير وعدم مسؤوليته. باختصار شديد، بن غفير يعني يريد أن يحقق مزيد من المكاسب السياسية، وأن يمضي في
أيديولوجيته المتطرفة وأن يفرضها حتى على الإسرائيليين حتى بثمن صداما. يسمع كيف يتحدث عن المتظاهرين وكيف يصفهم والألفاظ التي تستخدمها ودفعه الدائم للشرطة للتصادم معهم، يدرك أنه هو جزء من المشكلة وربما الأخطار التي تحدث عنها جالانت. جالانت عندما يعرض لنتنياهو أخطار ومعلومات موثقة من الجيش ومن استخبارات الجيش ومن كيات الأركان تتحدث عن أخطار، أنه لن يكون لدينا جيش احتياط إذا استمرينا، لأن هناك تمرد من قبل احتياط ورفض للخدمة، وأيضا لن يكون لنا حتى جيش وقدرة على مواجهة التحديات. وأيضا كما قيل في الإعلام أنه الأعداء بين قوسين حماس والمقاومة وحزب الله وإيران والفلسطينيين ينظرون إلينا وربما يجدونها فرصة لإضعاف والهجوم على إسرائيل اللي هي ليست في أفضل لحظة. وكما يعني قال جالانت أنه هجوم وتنفيذ يعني هجمة أو عملية عسكرية واسعة يحتاج إلى توافق، يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى جبهة داخلية متماسكة، وهذا غير متوفر وهذا يضعف إسرائيل في فترة حساسة. لذا لا يستطيع يعني هل معنى أنه التحذير جاء من وزير الجيش أنه الضربة لإسرائيل هتكون من الخارج يا سيد عصمت ليست من الأروقة الداخلية، بالتالي هي بعيدة تماما عن إتمار بن غفير؟ أستشعر خيطا من حديثك الآن. صحيح، الذي يحذر منه جالانت هو أنه ربما يستغل أعداء إسرائيل هذه الحالة من التشظي الداخلي لتنفيذ هجوم. وأيضا قال حتى لو اضطررنا إلى شن عدوان لن نكون في حالة يعني قدرة على شن عدوان في ظل هذه الحالة من التشظي. أي هجوم أو حرب أو مواجهة تحتاج إلى اصطفاف وجبهة داخلية قوية وإلى يعني عمق داخلي، وهذا غير متوفر. الغريب والذي ربما يعني يقودنا إلى بن غفير أنه أجهزة الشباك، رئيس الشباك يعني يحذر أن هناك وزراء يغذون العنف بسلوكهم وتصريحاتهم، ويقصد عن سموتريتش الذي أثار العالم مرتين ضد إسرائيل بسبب تصريحاته، وأيضا بن غفير الذي هو الآخر بهجومه على الأسرى وبهجومه على الأقصى وبتصريحاته وصدامه مع المتظاهرين هو الآخر يضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية ويعرضها لخطر الصدام المباشر، وبالتالي هم أصبحوا جزء من الأخطار التي تهدد إسرائيل وتضعف ملاعبها الداخلية.